السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكويسين، وكل سنة وانتم طيبين. قبل اي حاجة يا جدعان صلوا على النبي عشان ربنا يبارك لنا كده في كل حاجة. طبعا يا رجالة دلوقتي الساعة 6:15، ثانية كان شبه بالظبط، خليكم معايا، الساعة بالظبط 6:15، تمام. يعني النهاردة ان شاء الله اول يوم هنفتح فيه الزغلول عشان شبكة الأمهرية. طبعا وضبنا لهم الدنيا ورصينا كل زغلول في باب وروقنا البيبان والدنيا دي كده كلها. فالواحد صحي والله جدعان اصلا مش قادر اطلع، الجو ساعة وبس. هنعمل ايه؟ عايزين نعمل زغلولين ان شاء الله يعجبوكم. ف يا ريت تقدروا التعب ده يا جدعان، ووصلوا الفيديو ده ل 500 لايك وخير ان شاء الله. تعالوا نشوف عملنا ايه وهنفتح للزغاليل وربنا يسترها. يلا بينا. بصوا كده يا رجاله، طبعا انا سديت الحته اللي تحت دي كده كلها، تمام، عشان مش عايز زغاليلي تنزل تحت البيبان ديك والكلام ده كله. لا انا عايزهم ايه، عايزهم منهم للعرق على طول، تمام يا رجاله؟ ماشي. فبصوا بقى كده اهو، كان في هنا الباكستاني نقلته، خليتش حاجه في الصف الفوقاني ده، في هنا اهو بصوا باكستاني. طب بقول لكم ايه، تعالى نفتح الشبكه نشوف ربنا يسهل، تمام. فانتظروني دي وارجع لكم. اهو كده يا رجاله، اول فتحه للشبكه للزغاليل، تمام اهو. فطبعا بصوا بقى في تاتشاية كده خفيفة هنعملها، أول مرة أعملها يعني، بس هنشوف. هناخد حبة كلفة كده اهو، تمام، وهنيجي على كل جنب كده يا جدعان في الظهر هنرمي سنة خفيفة قوي، يعني هنرمي حاجة ما تذكرش. ليه؟ لو في زغلول طلع ولا حاجة يلاقي الكلفة يلقط فيها الكلام ده كله، يحب الظهر مش يطلع خايف على الظهر، لا يطلع يبقى حانن للظهر، تمام. فانا المشكله عشان بصوا ماسك ديك وماسك التليفون، هرمي حب الكلفه كده هنا وهنا وهنا، بس حاجه بسيطه مش حاجه تشبع الزغلول ده، نقره كده ماشي، تمام. فهعملها وارجع لكم تاني. كده يا رجاله نقرنا لهم وخدت كلفه هنا هيك اللي هلاقي بيها الزغاليل، واقوم فاتح ده كده عشان طبعا مش هينفع اقعد لهم جوه، واقوم حاطط دي كده هنا اهو عشان اقعد هنا ان شاء الله وابقى شايف الدنيا كلها من هنا. فبصوا بقى هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنبص عليهم الاول اللي هيطلعوا دي باكستاني، تمام، عشان لو في بس حد جديد بعد كده نفتح لهم مره واحده ونخللهم الطريق. دي باكستاني، ادي باكستاني. نقلت بقى اللي كان في الباب اللي فوق، نقلته هنا. هو ده هو اللي في الاول هناك، ما علينا، بس ايه المهم ان الاربعة الباكستانيين بقوا مع بعض. هنا مفيش، دي عدسي، دي حلبي، مش عارف البيبان اظبطها من الجو الساعة ده بتفرق التاني. حلبي الشقلباص ده مش هفتح له يا جدعان، ان لسه جايبه امبارح، تمام. الزغلول دوك، العبسي دوك، طبعا تحت في الاربعة كده استراليات، ادي دوك وادي دوك وادي كمان ده واخوه هنا. بصوا بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم، لا ده مش هيتفتح له كده هو بيبان، مش عارف انا بصراحه. بسم الله، تمام كده 13 واحد اتفتح له، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وربنا يسترها، تمام يا رجاله. فعشان برضك ما اطولش عليكم، اول ما يطلعوا كده ولا يبقى في جديد هرجع لكم تاني. بصوا كده يا رجاله الحمام بيبتدي ينزل اهو، تمام. اهم حاجه في اول يوم في فتح الشبكه ده وتاني يوم وتالت يوم ما تعملش قلق خالص، ولو واحد ما طلعش ولا كلهم ما طلعوش عادي،
تسيبهم بلدك النص ساعة ولا حاجة، وبعد كده تقفل عليهم تاني. يوم مع التاني واحد هيطلع واحد هينزل، يشجعوا بعض. بس أهم حاجة، أهم حاجة ما تقلقهمش، انا حاطط لهم الصاج عشان مثلا لو حاجه طلعت وحبيت مثلا ايه الزغال طلعت وعايز بقى خلاص انزلها، ما اجيش احط الصاج وهم فوق يتفزعوا حاجه تقوم كده ولا كده. تمام اهو، ابتدوا ينزلوا. امك الشبكه مفتوحه يا رجاله. تمام هنشوف، ربنا يسهل ان شاء الله. هو طبعا اول يوم ده بيبقى الاغلبية مفيش فرد حمام بيطلع على الظهر اصلا، بس انا طبعا خلاص مش هعملهم كلفة ولا حاجة. تمام كده، ناقص الاستوالي اللي هنا ده هيطلع اهو دوت اهو، مش هلبظ عايز يطلع. بس انا مش هينفع طبعا افتح له عشان ده لسه اول يوم امبارح، مش هامن له يعني. بس عشان ما اطولش عليكم هرجع لكم لما يبقى في جديد ان شاء الله. بصوا كده يا رجاله، الزغاليل بردك ايه واقفه كلها ثابته كده، كل شويه يقعدوا كلهم يبصوا فوق على الظهر ويفضلوا واقفين. طبعا اول يوم ده يا جدعان بتبقى الزغاليل بالنسبه لها حاجه جديده، طبعا هم واخدين على الارضيه الفتره اللي فاتت اللي انت بتعودهم فيها على الكلفه والحاجات دي، فيعتبر عاشقين الارضيه. فهو مسافه بس ما واحد طلع واحد نزل هيشجعوا بعض. اول يوم لو ما فيش حاجه طلعت خالص مش مشكله، انت بس ثبت لنفسك مثلا ميعاد نص ساعه ساعه الكلام ده كله. الزغاليل دي كده بقى على الارض كده بقى يجي نص ساعه، حتى بصوا الشمس ابتدت تطلع، بس مش عارف باينه معاكم في الكاميرا ولا لا، بس هي باينه عندي الشمس ابتدت تطلع. تمام وانا فاتح لهم، بصوا الساعه دلوقتي الساعة 7:15، الساعة دلوقتي 7:15 وأنا فاتح لهم بالظبط، فاتح لهم بالظبط الساعة 6:15، يعني بقالهم نص ساعة بالظبط يا جدعان الزغاليل دي مفتوحة. فأنا الساعة 7 بالظبط مفيش حاجة طلعت. تمام هقوم برضك قافل لهم شبكة الأمواية وكلفهم وأقوم محبسهم، مش هينفع أسيبهم برضك في الأرضية كتير، لا أخليهم نازلين مشتاقين إن هما يهووا الكلام ده كله عشان خاطر إيه يبقى فيهم صحة، ان هم مثلا تاني يوم عايزين يهووا ففرد يطلع فرد ينزل الكلام ده كله. بس ان انت مثلا تكلفهم وتسيبهم في الارضية مثلا لغاية مثلا بقى تنزل تنام وتصحى مثلا على بعد الظهر ولا الكلام ده كله، برضك الزغلول هتكون معنتخة. لا فانت تكون كلفهم وحابسهم، الزغلول تنزل تاني يوم عايز يطير عايز يهوى نفسه. تمام طبعا الجو يا جدعان قالب هوا، الشمس هيك برضك اهي بانت معاكوا اهي. تمام فربع ساعة كمان، في خلال الربع ساعة دي مفيش حاجة طلعت برضك هقوم كلفهم ومنزلهم اه ومكلفهم وحابسهم. فبرضك خليكم معايا، وأول يوم وتاني يوم وتالت ما تستعجلش، الزغلول مش عايز استعجال. هتستعجل على الزغلول عمرك ما هتعرف تنش فرد حمام والحمام هيبوظ منك. مش هتستعجل وهتصبر على الزغاليل، هتتكيف منهم بعد كده. والأيام بتجري يا رجالة، والايام بتجري يعني ما تستعجلش والله. هتقول يعني مثلا يعني انت مثلا لو استعجلت عليهم فرد ركن منك فرد ضاع منك فرد وقع هتندم، هتقول يا ريتني ويا ريت. لا مش عايزين كلمه يا ريتني دي، عايزين ان احنا ان شاء الله طالما احنا قلنا هنعمل زغاليل وقلنا يا نش وعايز تعمل لنفسك حمامتين حلوين يشرفوك، ان الزغلول طبعا ده وفرد الحمام شرف للغاوي. لو ركن ولا عمل بالنسبة لك حاجة ايه فاشلة، لا عملت صبرت عليهم واشتغلت معاهم صح وبما يرضي الله وما قصرتش معاهم وحاجة حصلت لها حاجة، لا ده انت كده قصاد نفسك قبل اي حد انا ما قصرتش مع الزغلول. تمام بس فهم كديني قاعد معاهم، وان شاء الله هرجع لكم بردك في خلال الربع ساعة دي لو حاجة طلعت او في جديد. تمام يا رجالة، ورجعنا لكم تاني يا رجالة. طبعا خلاص ناقص 5 دقايق همك وهنقفل عليهم، بس حبيت بس اقول لكم كلمتين. ناس كتير بتقول لي وانت بتحبس الزغاليل ازاي في البيبان؟ بصوا يا رجاله انا دلوقتي الغياب بتاعتي في قلب موقف ميكروباصات، في قلب موقف ميكروباصات انا الزغاليل دي بحبسها بايدي، يعني بحبسها بايدي. حد يقول لي غلط وما ينفعش تمسك الزغلول والكلام ده كله، اقول له انا دلوقتي في مكان الزغلول لو طلعته شدت حلو
وخلاص بيطير وماسك نفسه وشالت حلو، الزغلول دي تتعبني وممكن نضيع منها كتير، تمام؟ فانا عايز الحق الزغلول وهي لسه يا دوبك بتهوي وضعيفه شويه، تطلع وتنزل، اعدي بس مرحله الخطر بس يحفظوا الظهر، وبعد كده هحفظهم البيبان براحتهم. فكل واحد بيبقى ليه مثلا وجهه نظر، ومثلا كل واحد بيبقى مربوط في المكان اللي هو فيه، وبصراحه رجاله الجو اللي احنا فيه بتاع اليومين دول اللي هو حبه صيف وحبه شتاء، وتغير الجو دوت بين الصيف والشتاء، يعني اللي بيعدي بزغلولين يعني ده يبقى بطل، والله اللي بيعدي بزغلولين يبقى بطل، يعني انا عمال احايل في الزغلول دي ادويه ومش عارف ايه والاعشاب والكلام ده كله عشان خاطر الزغلول يطلعوا كويسين ونعدي بيهم. واصعب برضك فتره ان انت اصعب مثلا اسبوع بالذات للزغلول دي اللي هو ايه اللي بتحفظه في الظهر والكلام ده كله، وبالذات انا جنبي واقف ميكروباصات على طول، يعني في اي وقت في اليوم 24 ساعه دوشه والكلام ده كله. فانا عشان بس احفظ الزغلول دي الظهر وما فيش حاجه تضيع بجد، يعني عايزه اتعب شويه وعايزه صحيان بدري وعايزه الليله دي كلها. فكده رجاله خلاص يعتبر الساعه بقت 7 أو 7 إلا 3 أو 4 دقايق، هنقفل عليهم دلوقتي، هنكلفهم ونستنى عليهم 10 دقايق كده يكلفوا ونحبسينهم. فتعالوا بينا نفتح العنباية شقرباز ونقفل شبكة القمراية ونشوف الدنيا فيها ايه، يلا بينا. خلاص كده يا رجالة قفلنا شبكة القمراية، تمام ماشي، نفتح العنباية شقرباز اهو. البيبان جو الساعة ده مع الخشب ده، اصلا خشب بتاع دوت خفيف اهو نزل، نو عاملين احنا ايه بقى كده، نقول بسم الله. طبعا هنكلفهم عشان امبارح حطيناهم نص كلفة، فالنهارده برضك عشان ما نظلمش الحمام ده معانا هن برضك ناكله شوية. الحمام بص هيجري على الكلفة ايه، طبعا واخد امبارح نص كلفة فالحمام ده جعان، بس والله جدعان يعني بالصبر، كل حاجة بالصبر بتبقى حلوة. الاستعجال وحش، الاستعجال وحش وبالذات مع الزغلول. فعايز تعمل حمامتين جامدين ويشرفوك اصبر، عايز تعمل حمامتين خايبين ويعقدوك استعجل عليهم، ولو مضاعش نصهم يعني بقى بحق، يعني هو الصبر حلو انك تحافظ على زغلولك، ان انت مش جايبهم يعني ببلاش، يعني انت جايبهم دافع فيهم فلوس. وغير الفلوس سيبك من الفلوس خالص، انت الزغلول ديك انت عايز حاجه تمتعك، حاجه لما تطلع مثلا في اي وقت تفتح لها تشرفك. فبالصبر، بص الحمام كله جعان، فهنسيبه 5 دقايق يكلف وبعد كده هنقفل عليه، وان شاء الله هنشتغل معاهم كده كل يوم، وبرضك هنتابعكم باذن الله في الفيديوهات معاهم لغايه اما باذن الله الزغلول ديك نيجي نفتح لها نلاقيها في كبد السما فوق، تمام يا رجاله. هنسيبهم كده يكلفوا مع بعضينا مع بعضيهم، وعشان ما اطولش عليكم كمان الواحد يا رجاله انا نايم يجي الساعه 2 ولا 3 بالليل وصاحي الساعه 6 الصبح، فالزغلول دي هتتعبني معاها. بس والله يا جدعان التعب كله يهون، التعب كله يهون لما بتلاقي تعبك قصادك، بس ما تبقاش انت تعبان مع الزغلول وتيجي حاجه مثلا بقى ايه صقر، يجي حاجه يضيعهم، دي اللي بتزعل. فربنا يسترها، ولازم تكون قاعد متابع، تكون قاعد مثلا ايه مأمن كل حاجه، وربك اللي بيستر. فكان معاكم يوسف الصبحي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.